السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم واحد الوصفة ديال الباذنجان اللي صراحة رائعة، هذا هو الوقت ديالها. كنبغيو دائما شي حاجة اللي كتكون خفيفة ولذيذة وسريعة في التحضير. اليوم هذا الباذنجان محشو صراحة اللي كيجي أكثر من رائع، وكنطيبوه في الفران كيجي بواحد الطبقة مقرمشة من الفوق، وكيجي لذيذ لذيذ لذيذ، ما غاديش تشبعوا منه. ان شاء الله غادي يعجبكم وينال الرضا ديالكم. ما تنسوش ليا اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وخليو ليا حتى التعاليق ديالكم لانها كتعطيني طاقه ايجابيه. وبقاو معايا المرة المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات كتبقى دائما المكونات على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. هنايا كنحتاج انا واحد يعني جوج باذنجانات، والصراحه غادي نحتاج غير باذنجانه ونصف صافي. كنقطعها هكذا شرائح كما كتشوفوا، اللي كتكون يعني دوائر، عفوا اللي كتكون هكذا شويه رقيقه، يعني كما كتشوفوا الطريقه راه سهله يعني. وكتحاولوا عفوا دائما كيكونوا يعني مقادين، كل شريحه هكذا القطعه ديال الباذنجان كتكون مقاده على هذا الشكل هذا. صراحه الطريقه سهله سهله بزاف، وان شاء الله اكيد غادي تعجبكم. كنعرفوا الباذنجان بالله الصراحه كل شيء كيبغيه، كبير وصغير، ودائما كنحاولوا كنبدلوا دائما الطريقه ديال التحضير ديالو. يعني حنا كنعرفوا بالله تقريبا كنستهلكوه هكذا في هكذا في زعلوكه، ولكن هو الصراحه راه كيجي فيه بزاف ديال الوصفات اللي كتجي رائعه بزاف وكتجينا بنينه. هنايا كما كتشوفوا من بعد ما قطعته على هذا الشكل هذا صافي، كان يعني كل دائره كتكون مقدم على الدائره اللي كتكون ان شاء الله غادي هكذا تنزلوها فوق منها. ومن بعد غادي نضيف عليه هكذا يعني الرشوب هذا بزيت الزيتون من الفوق، وغادي نضيف عليه كما كتشوفوا الملح. هنايا غادي نحتاجوا الطماطم الصغيره، يعني كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم في البيت ديالكم. كتقدروا الا عندكم غير الطماطم هكذا الحبه اللي كتكون كبيره، يعني هي اللي ان شاء الله تقدروا تستعملوها. هنايا كنقطع هاد الطماطم اللي كتكون صغيره على هذا الشكل هذا، يعني دوائر. من بعد غادي نقطع الموتزاريلا، يعني الموتزاريلا هكذا كنحتاجو دائما، يعني نحتاج فيها انا الكميه اللي هكذا اللي حضرت، درت جوج وحيدات قطعتهم هكذا دوائر. وهنايا غادي ندهنهم كنرشهم هكذا بالزعتر، وكنرش عليهم المليحه من الفوق، وكنرشهم بزيت الزيتون. هنايا كننزل هاد الشرائح ديال الباذنجان على الصينيه، وكندهنهم كنرش الصينيه هكذا بالزيت القليل من الزيت وصافي. وكنضيف عليها كما كتشوفوا فوق الشرائح ديال الباذنجان، يعني هذا الطماطم كما ذكرت كتقدروا كتستعملوا غير الطماطم العاديه، يعني كتقطعوها دوائر غادي كتنزلوا كل دائره فوق حبه ديال الباذنجان صافي. من بعد غادي ننزل الموتزاريلا على هذا الشكل هذا من الفوق. صراحه هاد الوصفه كنتمنى يعني خوتي خواتاتي يعني غير تجربوها، غير جربوها، اكيد اكيد غادي تعجبكم. كتجي ولا اروع، كتجي لذيذه 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 بزاف. يعني كتحضروا معها هكا شي حاجه خفيفه، سلطه مع هكذا شرائح ديال مثلا صدر ديال الدجاج او كفته، او يعني اللي كيكون متوفر عندكم، كتجي صراحه رائعه. وكنضيف كما كتشوفوا الورقه ديال الحبق من الفوق،
ومن بعد كنضيف كما كتشوفوا هذا كل وحيده كنغطيها هكا باش هذا بالقطعه ديال الباذنجان وكنحاول هكذا كنضغط عليها. هنايا بالنسبه يعني هذه الصلصه هذه اللي غادي نعملها مع هذا الباذنجان كنضيف حبه بيض واحده وكنضيف واحد القليل من الحليب قريصه ديال المليحه وكنضيف هذا الفلفل الاسود صافي كنخفقهم بهذا الشكل هذا. هنايا بالنسبه للطبقه اللي غتجيني مقرمشه هنايا عندي لا شابلور عندي انا غير الخبز البابه ديال الخبز اخواتي غير البابه ديال الخبز اللي عاديه ماشي هكذا ماشي يابسه شديتها هكذا فتتها مزيان كما كتشوفوا يعني على حسب الكميه اللي عندي وضفت عليها القليل من بودره الثوم او كديروا فص ديال الثومه هكذا كتحكوه. وهنايا ضفت واحد الجمعيه القاس كبار ديال الجبن هكذا مبشور وضفت القليل من الفلفل الاسود درت تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس او البقدونس الملح القليل على حسب الذوق ديالكم وكندمج هاد العناصر جيدا على هاد الشكل هذا. هنايا كنضيف كما كتشوفوا الباذنجان يعني ضروري كتضغطوا عليها كذا شويه صافي كما كتشوفوا كنديروا في هاد الصلصه هذه ديال البيض مع الحليب وصافي وكنضيفوا فيه هاد لاشابلور يعني كنغطيه مزيان يعني الطريقه راها سهله بزاف وكتستفوا في اللاطه للفرن يعني نفس الطريقه يعني كان هكذا كنقلبوا من الجوانب من بعد كنضيف في لاشابلور يعني الخبز اللي كما هذاك غير البابه ديال الخبز ما متوفرش مثلا عندكم لاشابلور اللي كتكون هكذا الخبز اللي كيكون محمص ويابس كتقدروا كتستعملوه. صافي انا غادي نبقى بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي. من بعد كتدخلوا الفران درجه الحراره اللي كتكون 160 صافي كتخليوه تقريبا 25 دقيقه حتى كتحمر لكم من الفوق ومن الاسفل يعني على حسب النوعيه ديال الفرن ديالكم. وكما كتشوفوا قدمتوا بها الطريقه هذه راه كيجي رائع كما كتشوفوا غير في الصوره كيجي ولا اروع راه كيجي بنين ان شاء الله غير جربوه. وكتجي ديك الطبقه من الفوق الصراحه محمره وكتجي لذيذه ومن الداخل الصراحه ديك الموتزاريلا مع الطماطم الصراحه كتجي واحد كتجي لذيذ ان شاء الله غير جربوه وكيجيكم نفس الوقت خفيف. كنتمنى ان شاء الله غير جربوه وردوا عليا لانه كيستحق التجربه. وراه عندي العديد من الوصفات ديال هذا ديال الباذنجان يعني معمرين وفي الفران يعني اشكال وانواع ان شاء الله غير جربوهم يعني كيستحقوا التجربه وغادي ينفعوكم في هذا الفصل ديال الصيف. كنتمنى ما تنسونيش اخواني اخواتي من اللايكات ديالكم وتشيعات ديالكم بارطاجيو القناه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده على الجميع. وبسلامه عليكم خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.